السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتعلم حركه الراوند اوف. طبعا في ناس ممكن ما تكونش سمعت عنها قبل كده، تقول لك ايه الراوند اوف؟ الراوند اوف دي زي حركه اللي هي ايه العدل، بس دي وانت بتنزل بالجمر الجسم فيه فوق، يعني عمليه شكلها كده تمام. شوف جمره الرجل فوق تاني، هي دي الراوند اوف. وانت فوق بتجمر الرجل فيه تمام، هي زي العجله بالظبط، نفس ايديك الاثنين، بس وانت بتنزل بتضم رجليك فوق بتنزل عكس الاتجاه. يعني انت لو وشك كده هتنزل وشك كده، لو وشك كده تنزل وشك كده عكس النزله على طول. تاني بالبطيئه يعني. طبعا اللي بيعرف يجيب العجله هيعرف يجيب الحركه دي. تاني تمام، دي طبعا زي العجله بالظبط، الجاب اسهل حاجه. اللي بيعرف يجيب العجله كمان هيجيب الحركه دي تمام. الناحيه الثانيه طبعا اللي بيعرف يجيب العجله بالظبط هيجيب بالظبط. اهم حاجه ضمة الرجل فوق في الجنب ازاي؟ يعني انا مثلا نزلت العجله تمام؟ وانا فوق ورجلي قبل ما تنزل على تحت، اقوم ضمة الرجلين هناك اخر مره